أهلا ومرحبا، أحد المتابعين سأل كيف نحن ننقل عند تسجيل اللقاح من الفيرجن A إلى الفيرجن رقم B أو C أو D. طريقة سهلة جدا، بسجل لقاح قدامكم بسيط. تروح على المنيو، منيو رقم 2 ستايل كرييتر انتلايز عشان نعمل ستايل جديد. تفتح عندك صفحة تسجيل لقاح، بختار ريثم رقم 1، بختار الدرم كيت اللي هو الخليجي، على سرعة بحط وايد سريع، بحط 85. شوف معي الحين بسجل لقاح، شوف. نعمل الكونتايز، هاي سجلنا لقاح في ترك 1، نروح في ترك 2 نسجل البيز. الطريقة هاي انت تسجل مثلا كل اللقاحات. الحين كيف ننقل الريثم رقم 1 والبيز في خانة فيرجن بي؟ طريقة سهلة، تروح هني في الشاشة تحت الريك شانل، شيء اسمه سيمبلي. لاحظني فروم كل اي، يعني هذا انت الحين في صفحة الفيرجن اي. نحن شو سجلنا في فيرجن اي؟ ريثم 1 والبيز. كيف ننقلهم على البي؟ تيجي هني تضغط على البي، شوف فيرجن بي، شوف لاحظ معك انديكيتر لمضت معاك. ارجع للصفحه هني، شوف تغير معاك كل المين بي بي بي، الريثم والكوردات والمصاحبات. نحن شو سجلنا هناك؟ ريثم 1. ما عليك كثير، لعند عند خانه ريثم 1 في البي، تي هني عند وين مكتوب مين بي، تضغط، لاحظ وين سكشن اي، يعني انت بتنقل من الاي. تعال هني واختار الاي كلوز، لاحظ الحين انتقل اللقاح من الاي تو بي. سجلنا البيز نفس الطريقة، تعال معاي هني شوف البيز، تي عند خانة البيز مين بي، تضغط تغير، بتاخذ وين من الاي، خلاص تضغط على الاي كلوز، انتقل البيز مع الريثم. والطريقة هكذا هكذا، تبى تضيف عليه، تبى ترد الحين ما تبى تنقل، تبغي تضيف في ريثم 2، ترجع على الشانل وتسجل في 2 وتضيف عليهم لقاعات ومصاحبات، وكذلك بهاي الطريقة السهلة. أرجو أن وصلت الفكرة، وإلى اللقاء.